خبطت السيارة من عنده، سيرون صار لي قد ما سايق غير اوتوماتيك. عم تخوف هاي السالفة. اليوم المقارنة حتكون بين الفورد موستنج جي تي ويا الشيفي كاميرا. يلا جاهزين؟ اسمع الله. يا الله رهيبة ما شاء الله. طقطقات بالموستنج. فهسه راح نروح الدراج ريس، بس الدراج ريس حيكون بالشارع يعني تمام. بس راح نروح ذاك المكان راح اسوي مقارنه بين السيارتين، مقارنه رهيبه. خليكم ويانا بس. ما شاء الله متعة متعة يا أخي صراحة، يعني متعة. سوالف الطلقات مال موستنج، يعني مو بس الكاميرا عندهم طلقات، أنا مين عندنا طلقات. بس طلقات الكاميرا غير صراحة، يعني طلقات الكاميرا غير. لا مو منا عبود، مو منا عبود متيه الولد. يعني انت ليش ما تندل؟ يعني بس انا اوديك اماكن يا جي بي اس. امشي تعال وراي. دا تشوفون يعني هذا الولد يتيه، يعني عايش على جي بي اس، عايش على الخرائط، على جوجل مابس. فيخلي نروح هسه للحلبه. حلبه من نوع اخر هاي صراحه، يعني يلا ليتس جو. وصلن الوحوش. فاليوم حبايب عندنا الفورد موستنج جي تي الكايوري اللي هو الذئب الامريكي، وعندنا هنا الشيفي كاميرو الجني الازرق. الجني الازرق مو الازرق على شرط، العتوي الازرق. جني اللي يعجبني ها. فخلنا نفتح البنيد، راح افتح بنيد الموستنج وانت افتح بنيد هاي، شنو رايك؟ والله ما
ماكو زفن ترى ها دفان دفان بعد لقيت هنا يا الله هاي منها مخليه هنا هاي وصله اوكي الوصله خرجها هنا اوكي اوكي والله ايش قد حرارتها الوصله ماكو حراره بركانيه المهم 5 5000 لتر موستنج جي تي واقفه على ستاند البنيد نصور هنا تدلل وقف البنيد يلا وقف ما عندنا بابا ناس فقره ما عندنا هيدروليك وقف البنيد وقف شلون جي تي واقفه وقفه واذا حط له هاي هذا شو يسوي لك صح اوه لك هوش كسرتي لا 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 انكسر المهم عندنا هنا الوحش محرك الكورفيت ستوك دفان دفان يعني يعني مزودها من جوا الجو هذه ستوك ستوك يلا قال ستوك ستوك 6200 اس اس 500 دفاني دفان 455 حصان و455 تورك 435 حصان 400 تورك تعبت انا ازم لك اياه ف تعال اسمع ما اريد شنو وحشه شوف هذا 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 الستان مال بنيد ماله فهاي الكاميرا الوحش وهاي جيتي الوحش الكايوري فايش عندنا عبود ايش تشرح لنا على سيارتك ما دام هاي سيارتك يعني كلها ستوك بس باي حسين هذا مو ستوك باي حسين شلون ضربه بازوكا هذا انا ده تشوفون حسين طبعا حسين مخرب سيارته مخرب سيارته ترى حراويك حسين خرابه كتبوا له بالتعليق حسين كمل المخرب الدفان اسمعوا انا احس هنا انا شيء شيء فتشي يعني ستوك والله خايف انا خايف من هنا انا فتشي هنا والله كلها ستوك صح كله ستوك مثل ما تشوفون طبعا سيارة ستوك ما ملعب بيها شيء يعني محمود تعرفونه محمود محمود ما ارد احكي المهم طلعت لي بايسبس عمو يلا طلعت لك بايسبس المهم السيارة قير عادي هاي سيارة قير اوتوماتيك فخلاص سد البنيد مالك بس ما شاء الله الكاميرا فتشي اذا تشوفون البنيد كاربون فايبر وضاف لها جناح طلعت السيارة لذيذة حبيبي لذيذة يعني هات النكل تعرف شلون وهاي سيارتي لا تقول لي دفان ولا شيء هاي سياره ستوك وكشف على شرط هاي كشف يعني ثقيله المحرك هالقدوته المحرك هالقدوته اي شلون يطلع هالقد هورس باور ما اعرف ما اعرف هاي هاي الفورد اطق لهم تحيه صراحه يعني 5000 ساعتها هذا 6200 مو محرك تقول محرك هيل كات هذا 6.4 هاي القدوته صغيرون صغيرون هيك النكل هذا المحرك صراحه والهورس باور ماله 20 هم انا 5.0 بس 465 460 حصان الموديل الحديث الموديل القديم مال هاي يعني جينيريشن 2 435 الموديل الحديث مال موستنج 2018 وفوق 460 واكثر من هاي فالمقارنه حتكون حلوه لو موديل حديث لان مال عبود المحرك هورس باور هيجن صح فالمهم السياره ما تكشف طبعا ثقيله تختلف عن الكوب المعروف انه الكشف مو قوي بالانسيابيه الكشف مال موسى من قال لا لا من قال هذا قال هالولد عليكم السلام حبيبي Hey, thank you, man. Thank you. Oh, yeah? Oh, that's cool. Cool, man. Have a good day. الرجال حب السيارات عبودي ف ايش قال؟ قال ها مسوي دراج ريس هذا شلون احنا؟ طبعا هسه راح نسوي لكم دوسات هنا خرافيه هاي كلها مالتني هاي كلها مالتنا مال ذاك اليوم قناه عبود وي مال جي تي باع يعني اقول لك شنو اسمها الجي تي يعني شنو كلها تزحلق حلو والله يترسل ايه ها كشف في قبل مال درايفر تعرف مال درايفر بس تدس مثلا لا درايفر هيك يصعد ما هيك زين انت شلون تصعد انت دفن هيك مو دفن وانما دايفن اوكي فهاي جيتي خلينا نشوف سيارات من ورا فهاي سيارات من ورا جيتي طالع اكثر فخل نروح من هناك شلون طالع الكاميرا وياها هاي سيارات من ورا ما شاء الله شلون الالوان برتقالي بازرق فخلينا نسوي لهم طرب اكزوز عبود نشوف الاكزوز وقول لنا رايكم انا ادوس بيه الفيات والتصور من ورا راح ادوس بيه الفيات لا 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 ادوس بسيارتي لا خلاني ادوس بسيارتي انت ادوس بسيارتك ما غير عادي ما اعرف انا غير عادي صراحه يعني ليش اقول لك اعرف ها تعطيك اوكي بس جماعه الجار العادي انتم قدموا الكرسي جماعه الجار العادي ما يكفي والله واو عبود شنو هذا؟ اقول لك هو تراسك يطخ اوريدي لان سياره صغيره اصغر من الموسم زين انت شلون تقعد هنا؟ باع شوف متعود حبيبي متعود تعود تعود دوس كلتش زين هذا الكلتش شو يسوي هذا؟ حيل اللي جوا شو يسوي؟ هيك تضل يسوي بيه شغله؟ اي هو تسوي بيه وتبدل النمر هو من كيفه باع متعلم اني اذا شغله ايش تريدون اعطيكم؟ المفتاح ماكو عمو ايش فيك؟ المفتاح متعقول زين اذا شغلها اول شيء تسوي هذا تبوشي ايوه مبوش هذا اللي اعرفه صراحه المساق سياره قاعد شغلها اسمع لا وقف شيل رزقك من الكليتش هاي شيله ما عليك شيله مو؟ اي تعالي ورا خلنا نسمعهم يلا
راح ادوس انا في سيارتك وانت تدوس في سيارتك. ماشي تدوس دوس حبيبي 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 الكامارو. هاي فقاعات؟ فقاعات خلينا نشوف. هاي مو فقاعات، هاي مو فقاعات، هاي تنابل انفجارات حرائق. شلون يشغل الاوتو؟ انا ما اعرف شغل الاوتو، تعرف يعني خبره قليله. دمش الدائره الاوتو شلون يشتغل شباب علموني. ما تعرف شلون يشغل الاوتو بس ارجع لي ورا. تفضل لا تطير انت وجهك. لا ما اطير. تفضل صوت برق عبودي دوس بس بع شعورك من الدوس. عبود لك الناس والله العظيم انا ما صار ورا الموستنج واحد دايس بيها لك. هسه حسيت بالعذاب. ستوك 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 ابد ابد ما دافين جوا شيء ابد. لا ابد ما مزود. المهم راح اسوي لكم كم دوسه بهذاك الولد. ستوك هذاك الولد خطيه كل ساعه. اوه لكوتش دي سبقيت شلب عازف ان نهزم الكلب. القران اجى كلب. لا 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 كلب افتر قوم رجالك كبرك ايش ارضك تخاف من كلب؟ وين اجي وين اجي خلنا نهزم صدق كشف القران جيت لنا منه. مو كلب اسد مو كلب اسد علي فهد. اي هسه ايش راح نسوي؟ والله مو كلب اسد هذا باعه جلده يختلف. انا وين عايش؟ باعه طياره. المهم راح نسوي كم دوسه هسه. وهذاك الحجي السلام عليكم حجي شو اخبارك؟ اهلا وسهلا. تفضل عجي بس دير بالك حجي يعني هذا مالتنا صرنا احنا سابق بيه لان طيرك يعني هذا خاف من تعمل. انا طير انت ما راح تطير. انا خايف من هاي الموستنج صراحه قويه من الصفر. فيلا ليتس جو عبودي دعفت شلي مش راح اسعد ولا خطا يا ابو عبد على سيارتك دير روح دنصور للناس. يلا سد البنيط انت حقك ما متعلم على الستاند. حقك ما متعلم. اي ما متعلم سد البنيت. بس قلوا لي شنو رايكم بالسيارتين. الله على الصوت الله على الصوت. اكتبوا لنا بالتعليقات الصوت وهاي اكتبوا لنا شنو رايكم. انا اثنيناتهم يعجبوني عبودي اثنيناتهم يعجبون. فالراي عندكم واني ضايف هذا الباج. تشوفون هذا الباج قاعد الموستنج حلوه. فراح اسوي لكم هسه دوسات من الصفر. كعب اجي راح لا برافو خلاص اصورها. اعطيني بس طين تليفون طين. باع يقول لي تركض يقول لي والله يجي اجلنا التليفون يزين. جيب الكاميرا راح لك هذا مو تشلب اسد والله الضخمات هذا يطب لنا زرق. لا واني هيك شفت فاتح كشف. فالمهم راح اسوي كم دوسه. مستعد؟ مو من صفر. شنو مو من صفر؟ ها الكلتش ماله خطيه. هي ها جماعه القر العادي كله عذار كلتش ما اعرف شنو. وليش مشتري قر عادي؟ انا دوس انا ما انا المفروض ما ادوس بس راح ادوس. يلا امشي يلا يلا وانت عربانه. يلا يلا الكاميرا تتقدم. الموستنج راح نعرفه هنا انا شغاله طبعا. يا اخي نروح الكاميرا نشوف دوساتها. يلا عبون انطلق. ما شاء الله ما شاء الله على الكمارة. الله راضي يدعم الحجي. طبعا صراحة يخوف خفت والله. تضل عبود يلا. الله 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 راح نسوي دوت بساير من هنا نمشي يم ذاك اسمه هذا الهيدروليك اللي يطلع مي وندوس من يم. ما راح ادوس من صفر لان انا الاخر ترى صيف وانا عندي كلتش صراحه ما اريد ابدل الكلتش كل يوم. خمطت السياره من عنده. قد ما سايق غير اوتوماتيك. خلينا نشوف. بسم الله يا الله يا الله والله غريبه. وا شنو والله جيتي قويه ما شاء الله. خلي خل اسوي لكم هذا هيجي تشوفون الوضعيه كلها. اه يا جيتي ها شنو ها شنو ها شنو
هاي شنو؟ عم متخوف هاي السالفة. وعلى البريك مالتها يختلف. بس ما شاء الله قوية قوية قوية. هسه شنو عوقف خلنا ننزل نمرة خليه على سبورت لو هيجي. شلون تنزل نمرة؟ هي صار نمرة أولى مو؟ يا حبيبي صعد دا اسوي للجير هيجي ودي يسرى ابدي الجير بعدين اشوف هيجي فش قسوي قاعد تحسب واحد اثنين ثلاثه بعدين ضبيت علين بعدين عدي حقك عموم حقك جماعه الجير عادي جيتي جيتي صراحه انا تخوف هسه راح اسوي لكم كم دوسه بالجي تي من الصفر علي لك والله دور على كليت شباب شوف انا مصعد الكرسي نزلت نزلت من السيارة عرفت عدي ورفعت الهند بريك روح روح عمو ابو الاوتو درباك رصيف رصيف يلا انا يا مو والله ما ادري الكاميرا ريده عمو الكاميرا ريده والله شعور كلش كلش غريب انه تصعد جير اوتو يعني والله صار لي وايد صار لي فتره يمكن 14 15 مسايق الاوتو ابد كل الكاميرا فشعور كلش غريب يصير تحس نفسك اكو شيء غلط بالسياره بس صراحه شويه اسهل صار له ساعتين يريد ينهي المقطع شباب قل لهم الا انا كانت نهايه مقطعنا اتمنى انكم استمتعتوا بالدوسات اليوم فضل فضل دين المقطع يلا يلا الفيديو المقطع دنهي دنهي الا هنا حتكون نهايه مقطعنا اتمنى استمتعتوا بهذا الفيديو بهاي الدوسات وبهاي المقارنه ويا عبودي قناته بالديسكربشن ويا الجني الازرق ماله وهذا شنو الذئب الامريكي هذا الكايوري هذا جي تي اس ذئب يلا ذئب ذئب عتوي عتوي مو هاي عتوي ذاك ذئب خلاص هذا ذاك عتوي مو مشكله خلاص قلت له الى هنا حتكون نهايه مقطعنا لايك اشتراك بالقناه شو تحب تقول لهم؟ قول مع السباق لو بعدين السباق بقناه عبودي ان شاء الله سباق حلو قوي جمال الله مع السلامه